السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، احنا هنتكلم النهارده في موضوع مهم. أول قبل ما أتكلم في الموضوع المهم أقول لكم بس امبارح، عشان الأسئلة الكتير اللي جت، اللي هو مين اللي دخل الأوضة امبارح؟ اللي دخل الأوضة امبارح محمد الششتاوي، راجل زميلنا هنا في المدرسة، حبيبي، كان جاب لي سندوتش البيك عقبال عندكم. طيب، الموضوع بتاع النهارده مهم جدا. مهم في إيه؟ مهم، هو هنتكلم كده ممكن في يومين على ازاي تقدر تجذب الطلاب ان هم يحضروا السيشن عندك، لان الموضوع ده مهم، والاونلاين في العالم العربي يعني مش مرغوب شويه، الناس مش متابعه، مش متعوده. طيب بص يا سيدي، اول حاجه لازم تعمل بلاننج للحصه كويس قوي، لازم خطتك للسيشن بتاعتك دي تكون متظبطه كويس قوي. طب هظبطها ازاي؟ اول حاجه لازم تستخدم يعني اتليست باور بوينت، يعني في برامج تانية زي سواي وحاجات تانية موجودة، بس هو الباور بوينت يعتبر اسهل شوية او اقربهم يعني للاستخدام، وفي نير باد طبعا وحاجات كتير، وهنبقى ننزل شوية شرح كده لبعض البرامج. ليه بتستخدم باور بوينت؟ عشان في انيميشن، يعني بتدخل اجابة، السؤال بيبقى موجود، الاجابة بتنزل، الاجابة تختفي، ناس اظهر، ناس اختفي، حاجة زي ايه، فيلم سور الصين العظيم كده. فالطالب بيبقى يعني شوية متاخر، ما تتكلمش زي ما انا بتكلم كده، انا بتكلم دقيقتين فانت ممكن تسمعني، انما هتقعد بقى انت تتكلم 45 دقيقه وانت عمال تتكلم تتكلم وهو الطالب مش شايف حاجه، يعني حاجه مش لطيفه. فعشان تجذب انتباه الطالب بتاعك لازم تعمله باوربوينت كده لطيف، في الدرس الستبس موجوده واحده واحده عشان يتفرج عليك ويتنقل معاك من نقطه للتانيه، وتكون الدنيا سموث كده يعني، والموضوع ماشي حلو. وزي ما قلنا الانيميشن بتضيف شويه كده ايه، سسبنس يعني للدنيا. فحضر ماتيريال بتاعتك كويس وحاول تبدع يعني. سؤال فل